سؤال تاني مثلا جاي لنا على الصفحة بيقول لي هو الماجستير ولا الزمالة؟ الماجستير او الزمالة المتيسر ليك خده. هتسألني على السفر بره الاثنين هيسفروك، هتسألني على التخصص جوه لا الاثنين هيشغلوك، مفيش اي مشكلة، بس هي تفرق الكوست. الزمالة طبعا اغلى شوية، تمام الزمالة اغلى شوية، ولكن هي في النهاية تخصص محترم وهتاخد منه علم كويس قوي. بعضنا كمان ممكن ما يبقاش متاح لي الماستر، لانه الماستر محتاج تقدير معين وعام او في التخصص اللي انا عاوز اشتغل فيه، وقد يكون ده مش متيسر للبعض. طب هل دول خلاص يروحوا يموتوا نفسهم؟ ابدا، متاح ليك انك تاخد دبلوم، متاح ليك انك تاخد ماستر في جامعه خاصه، ده بيتسهلوا شويه احيانا في بعض الشروط، او انك تاخد زماله لو ربنا مقدرك، او انك تصبر شويه. كمان يا جماعه الزماله المصريه دلوقتي اللي بتديك في الجراحه وفي طب الاسره، على فكره الزماله المصريه فيري بريشس، وهتديك مميزات عاليه جدا سواء جوه بلدك او انت او لو عاوز تسافر في الجهتين هتشتغل بيها سواء في بلدك او بره. فانا مش شايفه اي داعي للاحباط، اللي انت عاوز تاخده متيسر ليك خده. الماستر تمام قوي قوي قوي، والزماله تمام قوي قوي قوي. فالقصه هي انك ما تربطش نفسك باتجاه معين، لو ما تحققش فانا كده فشلت. زي الناس اللي بتسالني السؤال الثالث، هو انا لو مش متاح ليا اني اشتغل في الجامعه ما تعينتش يعني، هل كده الطريق اتقفل قدامي؟ اكيد لا. هم اللي بتعينوا في الجامعات كل سنه قد ايه من الدفعه؟ بقيت الدفعة بذمتك يا شيخ، أنا ليا ناس من دفعتي ما تعينوش في الجامعة ونجحوا جدا بسم الله ما شاء الله، يعني الاسم ملء السمع والبصر زي ما بيقولوا، قدر يثبت نجاح، لأنه في النهاية أنت طبيب أسنان تمتلك مهارات. قد أكون اتيسر ليا أن أتعين في الجامعة عشان تقدير، عشان كذا، وأنا في النهاية هشتغل أستاذ في الجامعة، هتاخد من وقت عيادتي. أستاذ الجامعة مش هيدي عيادته الوقت زي ما زميلي اللي ما تعينش في الجامعة هيديها، وبالتالي يا ابني ربنا ما بيديش الواحد كل حاجة وما بياخدش كل حاجة، بس أنت شوف ربنا أداك إيه. حتة إن أنت تشتغل في عيادتك دي حاجة قوية جدا ومميزة جدا، وعلى فكرة هو ده دور الكلينيشن. الكلينيشن هو اللي بيشتغل في عيادته، وده شغلنا الأساسي، إنك تدرس في الجامعة أو لا ده شيء، وإنك تنجح في عيادتك وفي مستقبلك ده شيء، والاتنين مش شرط البعض خالص. اللي بينجح هو الدكتور الماهر اللي عنده علم واللي تعب على نفسه. والكورسات متاحة في كل مكان، انتقي الاسم اللي تسمع له، انتقي الشيء اللي ناقصك فعلا، حط خليك امين مع نفسك واحكم على نفسك مظبوط، ايه الحتة اللي ناقصاني، ايه الحاجة اللي انا شايف انها لما هاخدها هتضيف لي مهارة وتعليم وهتفرش ليا مع المريض بتاعي. كلنا كده لازم اعرف ايه اللي ناقصني النهاردة واكمل فيه، وكل يوم العلم بيدي جديد، فانا لازم اشتغل على نفسي. لكن عشان تبقى قاعد نايم سرحان احباط اصل اصل اصل، اللي هيفضل يرص كميه السلبيات دي قدامه، خلاص انت بنيت جدار قدام عينك، ما انت شايف. من فضلك بلاش سلبيات، بلاش تستحضر اي حاجه من دي، بلاش الخواطر دي، استعين بالله وتوكل على الله، واستعين بحد قريب منك من اساتذتك يساعدك. كلنا كان لينا الرول موديل بتاعنا، الرول موديل ده قد كده مهم في حياتنا، ألجأ له لو في مشكلة، ألجأ له لو في سؤال مهني ما قابلني، ألجأ له لو في سؤال محيرني يا دكتور أخد ده ولا أخد ده، أشتغل الشغلة دي ولا أخد الخط، يعني أخد الاتجاه الفلاني. كل دي حاجات مهمة قوي، وهتلاقي أكيد حواليك ناس يساعدوك، وأنا أولهم، أنا معاكم في أي وقت. وياريت أكون قدرت أجاوب عليكم، واللي لسه محتاج حاجة إحنا مستمرين نستقبل تساؤلاتكم، وكل كام حلقة علمية هنديكم حلقة من دي، وشكرا لكم.